السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشان نبدأ نعمل بيم امبلمنتيشن في أي شركة لازم نعمل تقييم، فده أحد أساليب التقييم. ده الرابط بتاع تحميل الملف دوت. عايزين نبدأ نعمل تقييم شركة، فبنكتب الإصدار بحيث إن احنا بنعمل تقييم كل مثلا 6 شهور بحيث نشوف هل فعلا قدرنا نوصل للمستوى المطلوب من نضوج البيم ولا لسه. هنا بيبقى في شرح للتطبيق، هنا configuration. تمام، هنبدأ نكتب المعلومات ونكتب الدرجات، وكل مرة هيقول لنا المشروع بتاعنا متطور قد ايه. المهم ان احنا نقيم صح، مش بنحط درجات لمجرد بس ايه ان احنا نقول احنا كويسين، لا لازم نعترف بالمشاكل اللي موجودة. تمام، يعني على سبيل المثال مثلا هنا بنبدأ نقيم المشروع بتاع الشركة من كام، مثلا الـ AIR هل احنا في انهي اصدار فيهم. مثلا الرقم 4 ده التارجت ليفل اللي احنا عايزينه. التارجت ليفل يعني ايه؟ يعني مش لازم نكون احنا عايزين نوصل رقم 5، ممكن نكون احنا عارفين ان احنا لسه في الاول خالص، فالتارجت بتاعنا نوصل لرقم 2. تمام، ده التارجت ليفل، ده الكرنت ليفل، وليكن مثلا حصلنا لرقم 4 فاحنا خدنا التقدير دوت. تمام، ده بعد كده البيم ديزاين داتا ريفيو، احنا مثلا عاملين تارجت ان احنا نوصل لـ3، طب قدر احنا وصلنا مثلا لـ4، طبعا دي حاجه كويسه وهكذا. فتبدأ تعمل تقييم. التقييم ده بيفيدك ان انت تعرف انت وصلت لانهي مستوى وايه الخطوات اللي هتعملها عشان تتنقل للمستوى اللي بعديه. تمام، يعني لو انت في المستوى مثلا دوت، تمام، ايه اللي انت المفروض تعمله عشان توصل للمستوى رقم 4 ان انت تحقق الكلام دوت. فلو مشيت واحده واحده في المشروع هتلاقي نفسك وصلت الحاجات دي. ده في الجزء بتاع الاستراكشر 3D coordination، احنا وصلنا لحد فين؟ التارجت بتاعنا 2، قول مثلا احنا وصلنا مثلا لـ2. طيب في بالنسبة للدروينج، قول مثلا وصلنا لـ3، ما قدرناش نوصل للمستوى اللي احنا عايزينه. كل قسم بيبدأ يعمل التقييم الخاص بيه، هو في انهي مستوى، تمام، والمفروض ان هو وصل لانهي مستوى. اوتوماتيك بتلاقي الجدول هو بدأ يظهر فيه الأرقام اهيت، بحيث تعرف ايه النقط اللي انت قوي فيها وايه النقط اللي عندك مشاكل فيها ولازم تقويها بحيث يبقى مستواك كويس. أما لما تملى الرقم دوت هيقول لك ان انت الجزء ده قوي، الجزء ده عندك مشاكل. ممكن مثلا المعماري انت قوي فيه، الانشائي نص نص، الكهروميكانيكال ضعيف فيه، فتبدا تهتم او تعين حد في الكهروميكانيكال. طبعا موضوع التقييم دوت بيبقى الهدف منه ان انا اطور الشركه بتاعتي. تمام، حتى لو انا في مره من المرات قيمت نفسي بزيرو، تمام، يعني في شركة كنت شغلت فيها فترة وقيمنا وتقريبا لقينا نفسنا يعني درجة قليلة جدا بدون ذكر الأرقام، مفيش مشكلة. المهم احنا عرفنا فين احنا ومفروض نوصل لأنهي مرحلة.